يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في الذين إذا قلنا لهم إن الأناشيد حرام وأنها من فعل الصوفية قالوا إن الصوفية يتعبدون بها ونحن نسمعها ولا نسمعها تعبدا بل لنستجم بها تماما مثل الحداء الذي ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجاب عن هذا الأمر؟ الحدى في حالة السير في السفر، أما الحدى وانت بالمنزل تحدى وانت بالمنزل هذا مهما كان السلف يفعلون، يا سبحان الله التلبيس على الناس. الحدى وقت السفر وقت السير بالليل، أما أنك تحدى بالبيت ولا بالمجلس ولا هذا ما ورد. وأيضا الأناشيد غير الإنشاد، الإنشاد من شخص ينشد الشعر، وأما الأناشيد فمعناها التنغيم والصوت الجماعي، هذا ما ورد إلا عند الصوفية وعند الحركيين الآن. شعار الحركيين الآن هو الأناشيد. نعم.